السلام عليكم. وجد الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله عز وجل، فسأله سؤال، قال له: ما عمرك أو كم عمرك؟ فقال له الرجل: 60 سنة. فقال له الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه؟ فقال له الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ فقال الرجل: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ فقال الرجل: ما الحيلة يا إمام؟ قال له: يسيرة، أتتقي الله فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وما قد بقى، وتوبوا إلى الله جميعا. التوبة هي اللي بتغفر الذنوب.